I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. ازيكم يا شباب؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. للأسف لوردس بتضيع او ضاعت خلاص يعني. طبعا انتوا عارفين بموضوع السكريبت، طبعا الناس كلها بتقول عليه هاك، لكن هو مش هاك، هو سكريبت. تمام، ايا كان سكريبت، هاك، بوت، هو يخرب اللعبة. تمام، ولو اي جي سكتت على الموضوع ده خلاص هتبقى زي باقي الالعاب اللي هي ايه، كله بيلعب بالهاك وحسابه يتبند عادي ويرجع تاني والشغل ابن الوسخة ده. دلوقتي ايه اللي معرفش موضوع البوت ده والسكريبت او الهاك، سميه زي ما تسميه، ان انت حرفيا تخيل كده معايا انك تبقى حاشد، واحد حاشد عليك. تمام، هو جنبك جه حشد عليك زي ما كان العش كده. طبعا انت رحت اخر طرف المملكة عشان خاطر تعمل له كاونتر، رحت لاقي الهن، هو قبل ما الحشد بيطلع بتاعه اللي هو حشد عليك بيه بيروح ناقل بالحشد، يروح ناقل كده قبل ما الحشد يطلع، والحشد يروح طالع جنبك. انت متخيل؟ يعني انت بتروح بعيد، يعني انت المفروض لما بتكون حاشد تيجي تنقل عشوائي يقول لك لا انت حاشد ما ينفعش تنقل، انما هو بينقل مش عشوائي، لا بينقل جنبك وهو بال الحشد، والحشد طالع عليك. طبعا انتوا عارفين الباقي هيثم فرق، والحشد مسافة ما بيطلع بيخبط، يعني هو طلع خبط خلاص، متحشد كاونتر، متحشد تعمل اي حاجة. البوت او السكريبت ده خطير. تمام، وانا قلت قبل كده يعني للي عارفهم، قلت لهم والله لو حد استخدم ده على ارض الواقع هيتبند وبتاع، وللاسف في ناس استخدموها وما تبندوش، وده بحد ذاته ليه سيناريوهين. السيناريو الاول الناس هتعتزل وتسيب اللعبه، والاغلبيه هتعتزل وتسيب اللعبه. الاغلبيه الثانيه هتتاقلم مع الهاك وهتحمله، كله هيبقى ايه، مديها هاكات مع بعض وتبقى مداعك، والاطفال بقى اللي هي ايه عايزين جواهر ببلاش وعايزين معدات بالساهل، كل الناس دي تلاقي داخله بتعمل بالهاك ده، ومش هيخلصوا، بالذات بالعكس هيزيدوا وعددهم هيزيد، وهتبدا اللعبه في الخراب خلاص، اللعبه خلاص هتخرب، واللي هيخربوها هم اللي ماسكينها. هتقول لي ازاي؟ هقول لك اي لعبه تقدر تمنع الهاك او تمنع اي حد انه يهكر حاجه عندها. تمام، بس هي في العاب يعني ما بيبقاش هممها الموضوع ده. يعني مثلا اقول لك حاجه، انت ممكن تلاقي مدير في اي جي، مدير كبير ما يعرفش يعني ايه اللوردس اصلا، هو ملوش دعوه، هو ليه دعوه بيقبض بس. مشرف، ممكن يكون مشرف على اللعبه، تيجي تساله في حاجه ما يعرفش، تساله مثلا عن المعدات، تساله اي حاجه والله ما يعرف حاجه. اي جي بتعين اي حد وخلاص، او مش بتعين اي حد وخلاص، ما هو اللي بيتعين ما بياخدش الدرايه الكافيه عن اللعبه. فانت لو تيجي تسال حد مثلا من المشرفين وتحداك انه يعرف حاجه في اللعبه، يعني نقول ايه يعني، انا يعني دخلت العاب كتير، اللي خلاني طفشت من الالعاب الهاكات، يعني من 10 سنين، من 8 سنين او 10 سنين كانت كروس فاير يعتبر رقم واحد في مصر، يعني كان كله بيلعبها وكده، بس الحلم بيكملش، اتملت هكات واللعبة سكتت عنها ويقول لك مش عارف ايه، بس بيبقى الاول الغلط من اللعبة، مش عارفة تحمي السورس كود بتاعها، مش عارفين يحموا اللعبة. هتقول لي الهاك مش هيغلب، هقول لك ماشي، واللعبة مش هتغلب لما واحد معداته، ويكون مثلا معداته بطل ويعمل الحركة دي وتبنده، اللي معداته نادر وغير شائع هيخاف يعملها، يقول لك ايه ده، دول بندوا البطل اللي بيشحن. انما لما اللعبة ما تبنتش، هنا يبقى احنا بقى اهو الفيديو بتاع برنس
انا عايزكم تبصوا على اللي هيحصل بقى. هسيب لكم برضو لينك فيديو برنس عشان تفهموا الدنيا. بصوا الفكرة هنا يا شباب، هو ده اللي حاشد على الشخص اللي هناك، ده اللي حاشد، شوفوا هيعمل ايه. Right, there you go, look, he's just clicked on the one troop, the person that's recording, he's about to click on the destination so he can go and check out what's happening at the other end. ده كان في الصدام، انتوا متخيلين يعني قريب، يعني تقريبا قبل ما توب هادوك ينزل الفيديو او اوليج يتكلم او برينس يتكلم، متخيلين يعني البوت ده والسكريبت ده من الاول اصلا، يعني احتمال يكون هو اول يعني مع ناس، بس كان مع ناس قليلة. تمام. Now I'm gonna keep pausing this and I've got to be this bit's a bit difficult. I don't know. Right, look, بصوا بصوا نقل وهو حاشد. انتوا متخيلين؟ هو اللي حاشد مش محشود عليه، هو اللي حاشد. Next stage. The castle has now teleported. The rally leader who's got the active rally has now teleported from the square. Now that right there is not a game mechanic. That right there is what this bot stroke hack is allowing the rally leaders to do. طبعا لو كل واحد طبعا شاف حاجة زي كده طبعا هتطلع تبلغ عنها وتقول يا جدعان في ايه الموضوع وبتاع، واللعبة طبعا هتقول لك ايه، اخبط دماغك في الحيط يا حبيبي، اخبط دماغك في الحيط، احنا كل شوية نبند لك واحد، هناكل عيش منين احنا لما نبند لك واحد؟ انا سمعت ان السكريبت ده ب 2000 دولار، يعني مين العبيط اللي هيشتريه اصلا؟ Rally is getting ready to walk and he has now teleported from his square, okay, from his tile. Let's keep going. We're now moving over to where the target is. بصوا نقل فين؟ شايفين؟ هو اللي حاشد. هو اللي حاشد. انتوا متخيلين؟ والتانيين عارفين. عارفين ان هو هيستخدم البوت ده، بالدليل ان هم عاملين ايه؟ عاملين ايه حوالين القلعه المحشود عليها؟ بصوا حاطين ايه؟ مخيمات عشان خاطر عارفين ان هو هينقل هنا. The rally leader now ports in 3 squares away from the target. The target is the one with the yellow arrow pointing downwards on it, right? The rally leader is now porting in 3 squares away from the target. الحاج تخبط، حد شاف حاجة؟ حد شاف حاجة؟ هتقولوا لا، هتقول هيجي واحد راسه مربع، والله راسه مربع، يقول لك الحاج ده جه من خبط من بعيد، انا عارفك انا ابو راس مربع، تقول الحاج ده نزل من بعيد وانتوا بتعملوا حوارات. هتشوف دلوقتي هيبطئ الفيديو. هيبطئ الفيديو وهتشوف. شوفوا كده الحاج ده طالع من مين، شايفين المصيبة طالع منه اهو. انتوا طبعا ما شفتوش الحاج ده خبط منين بتاع، عشان معروفة معروفة الحاج ده طلع خبط على طول. بص الحاج As you can see, as you can see, Jacob has subscribed. Thank you, Jacob. now, as you can see, the rally leader has ported in 3 squares away. And now you can see the rally is now departing from his castle. He is actively teleported. للأسف خلاص. شايفين؟ والله العظيم هو زي ما انا قلت لكم كده، يا اما اللعبة تعمل تحديث وتلغي الكلام ده كله، او الناس خلاص. شوف هو التاني حب ينقل يا عيني، بس خلاص ملحقش. الحشد كان خبط. ومين اللي عامل اللي مستخدم البوت او السكريبت ده؟ متخيلين معدته عاملة ازاي؟ شايفين؟ طبعا لو جينا ندور على اسمه هنلاقيه لسه ما اتبنتش،
نشوف. اهو اللي استخدم الهاك او اللي استخدم السكريبت لسه حي يرزق ولسه اللعبة ما بندتهوش. فمن مكاني هذا اقول لكم خلاص نهاية لوردس مش قربت، خلاص هي خلاص كده انتهت، انتهت هنا، انتهت هنا. طبعا هم مش هيبندوا طبعا واحد بيدفع فلوس يعني المنص يا بابا، انما يبوظوا اللعبة كلها عشان خاطر خلاص مفيش كلام تاني يعني بصراحة. يعوض ربنا. انا برضو قلت برضو كده ما حاجة غريبة، الحسابات سعرها نزل خالص، نزل في الارض. ما بقتش استغرب لما اشوف حد بيقول هعتزل، والله يعني خلاص بقى الاعتزال ده شيء طبيعي خلاص. زي ما انتم شايفين كده واحد اهو مستخدم مستخدمه في الصدام. شوفوا احنا كام يوم الصدام خلص، يعني شوف الصدام خلص من كام يوم، الصدام خلصان من فترة، الصدام خلصان من فترة واللعبة متحركتش وما بندتش الشخص ده. وبرنس طالع عامل فيديو طويل عريض عشان يبلغ عن الانسان الجميل ده اللي استخدم الهاك. بس للأسف يا برنس اللعبة هتاخدنا انا وانت على الشناكل. يمكن الاجانب كلامهم مسموع عن العرب تمام، بس للأسف مفيش الكلام ده. اهو برنس طالع هياخد ساعتين يصيح حرفيا، هو بيصيح. طبعا الناس دول اللي كانوا بيتفرجوا على بس برنس داخلين يشتموهم، يقول لهم انتوا بتستخدموا الهاك، تستخدم البوت. بيقول يوزرز مين؟ مش بوت يوزرز ده يا ابو جمال، ابو جمال انت فاهم غلط، الناس فاهمه غلط. زي بوت يوزرز ده اول ما نزل، اول ما نزل في ناس اعتزلت، وانا قلت البوت ده نقدر نغفله، والبوت ده فعلا نقدر نغفله. بس ان في بوت يا جدعان يعرف ان انت اخر مرة ارتحلت امتى، يعرف اخر مرة ولا لا. صراحة عشان كده لا يدل الا على انك انسان تافه، ورغم انك انسان تافه انا برضو عملت لك سندوتش صحي اهو، واخد بالك انت ازاي؟ عشان تزيد كبيرة. بوخت. بص الشاذ ابن الشاذ داخل يقول له ايه ريبورت مين؟ ريبورت مين؟ ريبورت يا شباب. هما كده البشر، البشر كده بيحبوا يخربوا أي حاجة حلوة، أي حاجة حلوة يخربوها. ربنا يقول لهم يمين يمشوا شمال، يقول لهم ده حلال يحبوا الحرام. هما كده يعني، يقول لهم بلاش تظلموا يدوسوا على الناس ويعملوا حروب وفتن. والله هما اخطر، فعلا اخطر، اخطر كائن على وش الارض هو الانسان تمام. متخيلين الشيطان اللي احنا في ناس بتخاف منه وكده، اخره يوسوس. انت متخيل تكمن قوة الشيطان في ان هو يوسوس، انما الانسان يخرب يدمر يفجر ينسف يعمل يدي امراض يبعتر امراض، واخد بالك انت، يخترع فيروسات يضرب بها بلاد ودول، يلعب في الاقتصاد بتاع دولة عشان يخليها تركع له. خلاص ده عم الراجل ده هيخرب معايا. I am you.